أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ولدى إليه الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم فهذا